الباحثون عن الاستقرار في رحلة صحراوية خارج أسوار الحضارة هم البدو الرحل في تونس، قصة عائلات تونسية اختارت العيش في أرجاء الصحراء بملامحهم الصحراوية الخشنة بسبب حرارة الشمس والتي أحدثت شقوقا على وجوههم وأيديهم، يحيون حياة بدائية 100%. لم يكن من السهل أبدا الوصول إلى قبائل ونجوع البدو الرحل، فخلافا لصعوبة الطريق المحفوف بالمخاطر، عادة ما ينتقل البدو من مكان لآخر، وهم فقط من يفهمون لغة الصحراء ورمالها ويفقهون جيدا الطرق والمسالك الصحراوية المؤدية لنجوعهم. وقت الربيع هذاك يجو، وقت الربيع وقت المطر، صب المطر يولد السعي، يولد السعي يكثر الحليب، وتجي وقت معنا نتاع براد، له شمس وله ريح وله كذا، تجي الناس هنا تربع، تبني بيوت وتربع هذا البير، ترحل وقت قبل كان ترحل على جمال، مش توك راهب واحد، هاك تو جمال بس تحط في الصحراء تبني بيوت، تقعد بالشهرين بثلاثه بالاربعه يروحوا كل القصيف. يجيبوا على الجمال، كل شيء على الجمال. هاك حتى الابيار هما متاعين الطرمبات الواحد ما ثماش، يجبدوا كان بدلوا. المي يجيبوه كان بدلوا. يرد ساعات بثلاث اربع ايام يجيب قريبتين مية على الجمال يشدوه 15 يوم. هو وصغاره. والماكله كانت تمر وخبز. حتى المقرونه والكساكس والواحد هاك ما يعرفهاش. ناس عايشه على الحليب والتمر والخبز هاك هو. يخدموا الزرع. ويخدم الجمل، يخدم السعي، هذاك باش يعيش البدو، هذاك باش يعيش، يمشي يحرث وقت الحرث ويحصد ياكل القمح والشعير، كل شيء على الجمل. الدنيا كلها التنقل نتاعك كل شيء على الجمل، ثماش لك راهب لا يقعد بالنهارين بثلاثه يمشي باش يجيب ماكلته ولا يجيب ماه ولا يجيب واحد. فهمت؟ كل شيء معناه على الجمل، حتى المريض نتاعه ولا ميت نتاعه ولا حاجه ينقل على الجمل. تو بدي وقت نتاع قرايه، وقت نتاع الناس معناها شده المدن، حتى ربي سبحانه وتعالى معناه ما عادش عطاها المطر، هي الاشكاليه الزوايل في المطر. يعطيك ربي المطر ها تو زي سنين. سنين من اعطاها ربي المطر الناس كل شرهت والناس كل فرح. هالنهرين هنا ما تلقاش هنا 10 متر وما تلقاش بيت هنا. دين الناس كل برا. من اعطاها ربي المطر. اما ساعات تقعد بثلاث اربع سنين المطر ما تجيهاش. الساعي من اصله عايش بالسدالي والشعير زي العباد حتى بالضبط. فهمت؟ ما عادش. بالنسبه للساعي ما عادش. قاعد هاي الناس الكبار شوي تتبع فيه، وباقي لك تمشي الناس الكبار هذه سايب باش يقروا تربيه الماشي هذه باش تحد. شيوخ ونساء واطفال يعيشون في عمق الصحراء التونسيه بدون وثائق تثبت هويتهم، ولا يسمعون بالدفتر العائلي او بطاقه التعريف القوميه، وغير مسجلين اصلا بالبلديات، ويعتمدون على حياة التنقل بين الصحراء الجزائرية والصحراء التونسية، وأغلب وقتهم يقضونه في صحراء مدينة دوز ومدينة البرمة التونسية بسبب توفر المياه على الحدود القريبة من مراعيهم. هذا الأفق اللي تشوفوه فارغ ما فيه حتى شيء، هو مليء بالقيم والثوابت، مليء بالتاريخ، مليء بالأشياء الجميلة، لأن هذا الفضاء يسموه فضاء المرزيق، وفضاء كثير من القبائل اللي عاشت في الصحراء هذه لهم ثمن قرون أن يعيشوا في المكان هذا، يعيشوه باعتزاز ويعيشوه بكثير من الفخر ويعيشوه بكثير من التشبث بهذه الحياة البدوية وحياة الصحراء وحياة النجع. ففي حياة النجع ثم قيم، ثم ثوابت، ثم أشياء جميلة وما زلنا متشبثين بها. حياة قاسية، أي نعم، ملا سهلة، ملا لوات عيشة صحراء يعيشوا فيها، كانوا مولاها لما تربين فيها. يهروا الأبيار ويربوا الحيوان وهذيك خدمتهم. يبدو للوهلة الأولى عند الاقتراب من سكان هذه الصحراء أنهم فاقدون للقدرة على التواصل مع الآخرين، ففي هذا النجع الذي أطلق عليه اسم الربايع في عمق صحراء دوز استقرت عائلة الشيخ محمد وفرة العدد بأطفالها ونسائها الذين فرضت عليهم حياة البدو والتنقل من مكان لآخر. لا تصلهم جريدة ولا يتابعون محطات التلفزيون، بل لا يعرفون اسم رئيس الدولة التي يتبعونها، ولا يتابعون الأحداث حتى
حتى في أقرب مدينة لهم. كل ما يعرفونه ونشأوا عليه هو التنقل من مكان لآخر بحثاً عن عوامل طبيعية تناسب خصوصية عيشهم. الأطفال هنا يختلفون كلياً عن أمثالهم القاطنين بالمدن، فجميعهم غير مسجلين بدفاتر الحالة المدنية ولم يلتحقوا بمقاعد الدراسة، فحاضرهم ومستقبلهم مرتبط برعي الأغنام والإبل والزواج بإحدى البدويات من القبائل المجاورة. الرباية هم قبيلة كبيرة مقتسمة حسب ما بحثت، مقتسمة على 14 فصيل، 14 عائلة كبيرة. في السابق كانوا على الأقل 30 50 100 عائلة، وبدأوا يتناقصوا بشوي بشوي. في الأصل القديم هم أصلي منطقة سيدي توي. سيدي توي هذه 50 كيلومتر جنوب مدينة بن قردان على الحدود الليبية التونسية، منين ما كانش ثم حدود. بحكم تجوالي في الصحراء جاني هيك هاجس نتاع بحث، شفت ما لقيت حتى بحوث تعملت عليهم قدام، و سألت نسأل في الشياب الكبار، واحد هم قالت بيهم حروب باش يشقوا تونس الكل ووصلوا لجنوب الجزائر. عائلات هذوما الأصل الأصيل نتاعهم من الجزائر، يعيشوا في الصحراء التونسية. علاش يعيشوا في الصحراء التونسية؟ لأن الصحراء التونسية أرض خصبة وتنبت أنواع الشجر الكل، وديما فيها الجود، فيها الفلاء، يتبعوا فيهم بالبل وبالغنم والمعيز نتاعهم، لأن أرضهم قاحلة ما تنبتش كما أرضنا احنا في تونس هنا. هم اعترف بهم تو أمنيا في تونس، معترف بهم أنهم جزائرية ويعيشوا في أرضنا احنا، والمعيشة نتاعهم صعيبة شوي، لأن حتى في السخانة تشوف فيهم كيفاش يعانوا من غير طبيب، من غير دواء، من غير حد شيء. نوعية المعيشة مثلا القوت نتاعهم ماكلته، بعد مدة مثلا كي تنقص عليهم المونة والماكلة يمشوا يهبطوا لدوز، يهزوا المعيز، يهزوا العلوش، يهزوا نقولوا احنا القعود، يبيعوا في دوز ويقضوا، يقضوا الخضرة، يقضوا المونة، الطماطم والزيت، ويرجعوا هنا على طول نفس الحال. وتتميز حياة بعض تلك القبائل بالترحال من الجنوب إلى الشمال صيفا ومن الشمال إلى الجنوب شتاء، بحثا عن عوامل طبيعية تناسب خصوصية عيشهم، ويستعينون أثناء ترحالهم بالإبل التي تعتبر الوسيلة الوحيدة للتنقل، فهم ما زالوا يحافظون على نفس طريقة العيش منذ قرون، ولم تغرهم التكنولوجيات الحديثة لتغيير نمط حياتهم. وتختلف الروايات حول أصول قرى الربايع، إلا أن أغلب الحكاية تصب في أنهم من أصول جزائرية لكنهم استقروا منذ أمد بعيد في هذه الصحراء الشاسعة، وبرغم المخاطر الطبيعية المحيطة بهم حيث توجد العديد من الزواحف السامة بالقرب منهم، إلا أنهم لا يكترثون للأمر، بل ربما أصبحت هذه الأفاعي والعقارب جزءا من فصول حياتهم اليومية. الحرم اللي راني عايش فيه الحمد لله رب العالمين، من حيث اللي خلقت وني عايش محرم، نخدم حر، ما لمن يخدم فيا، لمن يحكم عني كان الله، نخدم في رزقي اللي عطيه الله، ونتصرف فيه، نبيع منه وينتج منه، وهذيك اللي حاجة الوحيدة اللي نعيش بها في الصحراء. ولليل هنا طقوس خاصة، فإيقاد النار بعد جمع الحطب يمثل الوسيلة الوحيدة للإنارة، وهي أيضا وسيلتهم للطبخ، ويقوم الرجل البدوي بتجهيز العشاء دونا عن النساء. هكذا جرت العادة في هذه القبيلة، عشاء بدوي بامتياز مكون من خبز الملة الذي يطهى تحت الرمال الساخنة،
كما يقوم البدو بذبح الماعز التي تمثل مصدر اللحوم الوحيد لديهم، فأكلهم يرتكز على الشواء ولا يعترفون بسائر الأكلات الأخرى. للفقر باختيارات البدو الرحل باختلاف أصنافهم، فالبعض منهم يمتلك مبالغ مالية طائلة لا يحتفظ بها في أي بنك أو حتى في بيت عادي، إنما أغلب أموالهم يستثمرونها في تربية الماشية والإبل وبيعها مقابل اقتناء ما يقضي حاجة الأكل لديهم. فحتى المرأة فرض عليها في هذه العشائر الذعون لذوق الرجل الذي يقوم بمفرده بالتسوق وشراء ما يلزمها من لباس يتماشى مع عاداتهم وتقاليدهم. ونجع العم سالم هو الآخر من نجوع البادية الذي لا زال يحافظ على تقاليد البدو الرحل. ورحلة يوم هذه الأسر تنطلق في ساعات الصباح الأولى بالتوجه إلى حظيرة الماشية لحلب البعض منها، فهنا تغيب كل أنواع الحليب المعلب أو الأكل الجاهز. مهمة النسوة تتمثل في جمع الحليب، وكل زائر غريب لهذه النجوع عليه أن يشارك البدو كل أجزاء يومهم، فيعلمونه طريقة حياتهم، يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون. البدو أصلهم كانوا أهل بادية، قدام ما تدخل عليهم التمدن كانوا بدو رحل، يعني في وين الجود وين العشب ينتقلوا من مكان إلى مكان لوين يوجد رعاية الأغنام والإبل. ومع مرور الأيام وتطور الدنيا بدأت البدو تمدنوا، بدأت الرحلة في الصحراء إلا في وقت الربيع، قدام لا قدام من الخريف يخرج الدوار معناها يحرث ويشتي في الصحراء، يعدي شتي في الصحراء ويعدي الربيع ويعدي الصيف. حنيك يا جماعة المرزيق مندوز في الخريف نروحوا للبلاد، لأن عندنا جني التمور، يجني التمر يعبي يخزن من التمر ويعاود نفس العملية يرحل. بالنسبة للصحراء راه عيشتها قاسية شوي وجافة، كان في أوقات الأمطار هاك تشبح من ثم الزروع، زي عام السنين فهمنا أعطانا ربي أعطانا شوي زرع في الخريف، كيف تثبت المطر أعطانا شوي زرع. رغم الأمطار هنا بالنسبة للبل ما هيش فهمنا ولا قطعان هميل تاكلنا في الأمطار، وإحنا متحملين هاك تشبح فينا إحنا. بالنسبة لإحنا أنا وصاحبي هذا عندنا أنا يجي 20 يوم النوحة في الحصيدة، جانا شوية حبوب وجانا شوية زرع في المندرة نسلوا في ربي فهم يعطينا شوية ريح باش نصفوه. وأتعاب باش نقول لك بالنسبة للمياه، نقطة المياه كان منجوبة أم ساعات على ظهورنا، ساعات نجوبوا على زايل حش الوجوه معناها حمار ولا حاجة، وساعات نلقوا واحد صاحب خير في كرهبة يجيب لنا هاك التناكة ولا ثنتين تاع ماء. المرأة في هذا النجع تساهم بشكل كبير في صناعة الحياة البدوية، فتقوم أغلب النساء هنا بالاهتمام بالماشية وحلبها وتحضير وجبة الفطور والمتكونة من الزبدة التي تستخرج بدورها بطريقة يدوية عن طريق وضعها في جلد الماعز وخفضها بحركات متتالية. وعادة ما تقوم العجائز بهذه المهمة فيما يقوم الرجل بطبخ خبز الملة على الرمل، وتخلط هذه العناصر مع التمر لتكون طبقا يوميا يجمع بين أفراد البدو ويقدم كوجبة للضيوف القادمين إليهم من باب الكرم وثقافة الترحاب. المحل يعنيهم يطيبوا ويعجن الخبزة ويطيبة ويحط فطور انت تفطر الناس، وبعدها وانا نوض اخذ الشكوى ويحلبوا السعي
هذاك هو كان الرجال تصحى سيها وانا تحطب وتحضر الفطور معناها غدي وعشي وكل هذاك هي. ويمثل الشعر البدوي في هذه النجوع الصحراوية أحد أهم عناصر الثقافة التي ترافق البدو في أفراحهم وأحزانهم. الشعر لديهم ليس توارثا عن الأجداد فقط، فالمعروف عنهم ارتجالهم للشعر تماشيا مع الموقف الذي قد يتعرضون إليه. ويجمع كثيرون أن للبدو الرحل قدرة كبيرة على الحفظ، نساء ورجال أغلبهم يحفظون مئات الأبيات الشعرية عن ظهر قلب. ولأداء الأغاني هنا رونق وجمالية وألحان خاصة عند المرأة البدوية. تعلموه من الجدود لولا وانا يلقوا أهلهم يغنوا هنا ويحفظوا منهم الغني. هذا عاد عندها وليد صغير وتبعث يمشي يقبلها. تقول له بلفين كيلة مملوع اللاقة لحمل جاني على جمال لناق لحمل وافي كيلة فرج القلوب مجاملك والعيلة ومن البعد جابات بناتك حيلة وغندور يرجم فعقة بنياقة ولا نجع في الظهر زين الحيلة درست عجو لغوهم الزعقة. هي تبغي الصحراء قال لها فاتت أيام رحيلك ولا مشي ما عدت يولي لك وماكش خصيصة عقل تنحكي لك اني حاسبك ماكش من القلاقة كبيرة تجواج وتفهمي تاويلك المكتوب ما ينفع مع حضاقة تقول له والله قولك ثابت وتفهم وجع القلب امك جابت وتسع سنين في الحوش كبدي طابت ولا لذت في الظهر وسع رقاقة وفي حوش من السكر وبابا ضابط ودلها صدلام الليل حط رواقة ملوع اللاقة وبالفين الكيلة مامي علاقة بالفين كيلة ملوع اللاقة ولا حمل جاني عالجي ملانا قا وبالفين كيلة لا حمل وفي كيلة يفرج القلوب مجا ليك والعيلة ومن بعيد جابتا بناتك حيلة وغندو نور يرزم في عقاب ياك أقا ولا نجع في الظهير. البحث عن الماء في عمق الصحراء رحلة مضنية للبدو، لكنهم وبرغم العطش وصعوبة نقل المياه يخيرون التنقل من مكان لآخر بحثا عن الآبار والعيون لملء ما يسد رمقهم والإبقاء على حياة مواشيهم وإبلهم. وينتقل بعض البدو على أرجلهم وأحيانا على الدواب بحثا عن الماء الصالح للشرب الذي يحافظ على حياتهم في هذه الصحراء القاحلة. علاقة البدو بالماء، الماء هو الحياة، هو الأساسي في الحياة معناها في البدو. بلا ماء ما ثم حتى شيء، ثماش حياة وما ثماش استقرار وما ثماش حياة للإنسان ولا للحيوان. الماء هو الأساس في الحياة معناها، وجعلنا من الماء كل شيء حي معناها، ما هو كل شيء، هو أساس الحياة معناها. بلا ماء ما ثم حتى شيء. وقع حفر في ساقي معناه ووقع معناه بعث أبار معناه من طرف الدولة، وهذه الحياة معناها قدام كانت الناس تعاني في مشاكل كبيرة ياسر. الماء تبعد معناها بعد 15 و20 كيلومتر باش تجيب الماء معناها على الحيوانات، على الإبل ولا على الأحمرة. واليوم الحمد لله معناها أمور تفرهدت معناها الحمد لله. والصحراء الحياة طبيعية هي العشة، خبزة الملة، البل، السعي، حياة لونتاع عادية معناها. أما باش تعيش في البلاد، بالنسبة للبلاد صعيبة ياسر، على سكسة خبزة في الصحراء تعيش، في البلاد ما تعيشش في سكسة خبزة، لازمك تشري الزيت، تشري الطماطم وتشري الفلفل وتشري برشا حاجات، اللي هي حالة صعيبة تو حاليا احنا عايشين فيها، تو حالة صعيبة. 2000 فرنك ما تشري لكش باش تعشى به في الصحراء، سكسة خبزة تعشى به نورمال. آخر ما اللي هي حاجة أخرى باش نقول لك على هي النقطة الأساسية اللي هي الشنينة سموها الحليب.
اخر ما اخر حاجه ما تخممش فيها اللي هي تشرب كاس حليب تبقى نهارين ما تشربش عادي ما تاكلش. وبرغم صعوبة الحياة هنا بين البحث عن الاستقرار والبحث عن الماء، يجد البدو في صحرائهم ما لا يجده أي زائر آخر، فهي بالنسبة إليهم عالم مغلق بالتراث والقصص والأسرار. البدو الرحل هم قصة عشق للأرض برغم قساوة الطبيعة والصعوبات التي تعترض حياتهم، هي رحلة بحث عن الاستقرار بعيدا عن منطق الهوية والجنسية والحدود. هم أناس اختاروا في هذه الصحراء أن تكون لهم حياة مختلفة.